أهلا بكم. اقتحمت قوات أمنية مقر حزب الإصلاح في كريتر، وأكد شهود عيان إضرام النار فيه، ثم حاصرت منزل القيادي في إصلاح عدن خالد حيدان. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش الاعتداءات المستمرة على حزب الإصلاح في محورين. المحور الأول، من المستهدف الحقيقي من أحداث عدن، الإصلاح أم الشرعية؟ في المحور الثاني، مستقبل التعددية السياسية في ظل التطورات الأخيرة. هدد مدير أمن عدن شلال شاع بإغلاق كل مقرات إصلاح عدن، وقال إن كل الأحزاب وفي مقدمتها حزب الإصلاح في دائرة الاستهداف. وأتت تصريحات شاع قبل اقتحام وإحراق مقر إصلاح كريتر، وبعد يومين من اقتحام مقر إصلاح القلوعة واعتقال قيادات ونشطاء في الإصلاح والمقاومة. مراقبون ربطوا ما يحدث في عدن باعتراض مسلحين لموكب رئيس الوزراء بن دغر في لحج، واعتبروه خطوة تؤكد أن الشرعية ليست بعيدة عن هذا الاستهداف. نشاهد التقرير ونعود. اقتحامات للمقرات وإشعال حرائق في أحدث موجة استهداف تطال التجمع اليمني للإصلاح في العاصمة المؤقتة عدن. أفاقت المدينة مرة أخرى على حريق يلتهم المقر الرئيسي للإصلاح بمدينة كريتر. الفاعلون هم أنفسهم أفراد ملثمين محمولين على سيارات تابعة للشرطة، ينفذون مهمتهم ويرحلون. استهداف مقر الإصلاح في عدن هذه المرة تزامن مع حملة مداهمات واعتقالات طالت أبرز قيادات هذا الحزب الأكبر في معسكر الشرعية، تحت عناوين واتهامات تطاله بالتورط في أعمال إرهابية محتملة أو كادت أن تقع. أتى الدور على تلك الأحزاب وفي مقدمتها حزب الإصلاح الذي لم يكن بعيد أو بريء من إغماس يده واضح وضوح الشمس. ولم تكن هذه أول عملية، بل أؤكد أمام الملأ من أنها لن نستثني أي مقر. حدث وضع السلطة الشرعية ومعسكرها في مأزق كبير، خصوصا وأنه يأتي في سياق توجه وصفه المراقبون بالاستئصالي، لكونه يطال الهندسة الحالية المتفق عليها للمشهد السياسي، وتستهدف في الوقت ذاته البعد الوطني في معركة استعادة الدولة. الأحزاب والتنظيمات السياسية الرئيسة في معسكر الشرعية عبرت في بيان بهذا الخصوص عن بالغ القلق حيال التداعيات المترتبة على حملة الاعتقالات التي طالت قيادات وناشطين في حزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة عدن، وعبرت عن خشيتها من تبعات هذا العمل الذي قال البيان إنه ينذر بتهديد الحياة السياسية باليمن والتعددية الحزبية التي تعد أبرز مكتسبات النضال الوطني وأهم ركائز النظام السياسي في البلاد. هذا الإجماع يكشف طبيعة التطورات الجارية في عدن وأهداف التحركات الخطيرة التي يصنفها المراقبون بأنها تأتي في سياق الاستهداف المتعمد للسلطة الشرعية ولحواملها السياسية وأدواتها التنفيذية في المناطق المحررة. وجهة نظر عززها حادث الاعتراض المسلح من عناصر خارجة على القانون لموكب رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر وهو في طريقه إلى المضاربة لافتتاح أحد المشاريع التربوية في المديرية التابعة لمحافظة لحج. وفيما ينتظر الشارع موقفا رسميا من جانب الحكومة حيال ما يجري، يعبر البعض ممن تابعوا أحداث الساعات الأخيرة في محافظة عدن عن مخاوفهم من أن تتكرس سلطة أمر واقع أمنية موازية ومناهضة للسلطة الشرعية على نحو يدفع بالمدينة إلى جولة عنف تتوفر كل أسبابها وأدوات تغذيتها في شارع متوتر ومنفلت. وينضم إلينا من عدن رئيس دائرة الإعلام لحزب الإصلاح خالد حيدان. أهلا بك أستاذ خالد. أهلا وسهلا بكم. ممكن في البداية لو تضعنا أمام صورة موجزة عن طبيعة وحجم الاعتداءات على الإصلاح والأضرار التي لحقت بمقر الحزب حتى الآن؟ شكرا جزيلا لكم. وبداية نهنئ جماهير وأبناء شعبنا اليمني شمالا وجنوبا بذكرى ثورة 14 أكتوبر، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد الله علينا هذه الذكرى ونحن نتذكر جهاد ونضال آبائنا، أن يعود على هذا البلد بالخير والبركة والعافية إن شاء الله. ما حدث اليوم هو استكمال لبرنامج وسيناريو واضح أنه قد أعد سابقا لأجل أن تدخل عدن في مربع العنف، في مربع الفوضى، في مربع الانفلات، لا سيما وهذا التوجه أرادوه أن يكون متوافقا مع الذكرى 14 أكتوبر.
للأسف الشديد بعد أن اعتقل كوادرنا واقتحم مقر الإصلاح في مدينة القلوعة، نفاجأ فيها في بعد فجر أو بالأصح بعد منتصف ليل هذا اليوم بقيام أطقم عسكرية باقتحام مقر الإصلاح، يحملون دبابة البترول وتائرات إطارات سيارات ليقوموا بإحراق المقر بصورة عنيفة استمرارا للإحراق، وهذه هي هذا هو الإحراق والاعتداء السابع على هذا المقر، ويلوذون بعد ذلك بالفرار، ويبقى الأمر ضد مجهول وتسير الأمور ولا كأن الأمر هناك شيء. لكن هذه المرة للأسف الشديد ما زال الجنود يحتلون الموقع، يحتلون المقر، يمنعون من الدخول إليه والاقتراب منه، يعتقلون كل من يأتي إلى موقع المقر. وهذا للأسف الشديد ليس المستهدف هو الإصلاح في هذا الأمر، هذا السيناريو هو سيناريو معد لتقويض العملية السياسية، هذا السيناريو اليوم معد لأجل تقويض الدورة الشرعية، هذا السيناريو اليوم معد لأجل أن تكون حكومة دولة رئيس الوزراء بن دغل في موقع الحرج، لا يستطيعون أن يحركوا شيء. هناك مؤامرة اليوم تدار على هذه المحافظة للأسف الشديد. طيب أستاذ خالد، لماذا الإصلاح هو المستهدف فقط من بين كل الأحزاب في العاصمة المؤقتة عدن؟ هم يعلمون أن الإصلاح الحليف الكبير، الحليف الأقوى، الحليف الذي لا يمكن أن يتجاهله أحد أو يتجاوزه أحد، الحليف الذي يروا أنه هو الوحيد الذي يسعى لاستعادة الدولة، استعادة الشرعية حتى في المناطق المحررة، يريد أن تعود الدولة لتمارس عملها بقوة، ولذلك هؤلاء لا يريدون عودة شرعية الدولة، لا يريدون مؤسسات الحياة المدنية، لا يريدون عودة الدور المؤسسة الرئاسية ومؤسسة الحكومة ومكاتب المحافظة التنفيذية، لا يريدون أن تعود ولتعمل بصورة طبيعية. لذلك هم استهدفوا الإصلاح باعتبار أنه الحزب الحاضر في الحياة المدنية، الحزب الذي أعلن مرارا وتكرارا أنه مع عودة الدولة رفضا للانقلاب، ما زال الإصلاح يمد يده حتى لهذه الجهات جميعا لأجل أن تعود الحياة إلى هذه المحافظة بعيدا عن مربعات العنف والفوضى. اليوم ونحن نحتفل بهذه الذكرى العظيمة المباركة، للأسف هناك انقسام حتى في ساحات الاحتفالات بما يوحي للناس بالقلق وعدم الطمأنينة. طيب أستاذ خالد، في وسائل الإعلام نشرت أخبار أنه أثناء المداهمات تم العثور على أسلحة ومتفجرات، وأيضا هناك ربط الآن بين ما يحدث بقضية مقتل الشيخ ياسين العدني، ما ردكم على هذه الاتهامات؟ رحمة الله على الشيخ ياسين العدني الذي اغتيل ضمن مسلسلات الاغتيالات السابقة لأئمة الخطباء وعلماء المساجد في عدن. اغتيال الشيخ ياسين أمر يندى له الجبين للأسف الشديد، لم نجد تركيزا إعلاميا عليه، لم نجد تحرك أمني، لم نجد هناك من يتتبع الخيوط. الرجل اغتيل في وضح النهار، عفوا اغتيل في وضح البلد، في أو وسط البلد، بصورة يعني تبعث على الحزن، وإلى أولئك وإلى تلك القوات التي تتواجد في كل مديريات المحافظة، للأسف الشديد أن يغتال الرجل في وسط المدينة دون أن يكون حماية له حماية كرجل دين ورجل يقدم لهذه المدينة كل خير. أما ما يتعلق بربط الإصلاح بأعمال الإرهاب، فمنذ الحرب حتى يومنا الحاضر، بل منذ الوحدة إلى يومنا الحاضر، لم يتم توجيه اتهام واحد صحيح صريح لأي عنصر من عناصر الإصلاح بأي تهمة. أما ما يحدث من فبركات إعلامية هزيلة، فبركات أمنية هزيلة، الكل يدرك أنها مسرحيات لا تمثل الحقيقة بصلة، فهؤلاء يصنعون فقط وهما للناس لتضليلهم ليس إلا. طيب قلت أن الهدف مما حدث هو تقويض العملية السياسية وأيضا تقويض دورة الشرعية في سياق تطبيع الحياة داخل المناطق المحررة، ما التفسير لديكم عن حالة الصمت للآن سواء من قبل الشرعية أو من قبل التحالف العربي على ما حدث من تطورات في عدن؟ لماذا هذا الصمت؟ طبعا نحن نحمل مؤسسة الرئاسة ونحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن هذا الصمت المريب. ما يحدث في المحافظة اليوم لا يمكن السكوت،
يعني اعتقال الناس بالعشرات، احراق مقرات الاحزاب، الاعتداء على الناس بالمداهمات، اقلاق الوضع، اقلاق السكينه. لكن حقيقه يبدو ان الوضع لا يحتمل شيئا يعني ما يسمى بموقف قوي من قبل حكومة الشرعية، من قبل الرئاسة. الكل يحاول أن يتعامل مع ملفات محافظة عدن بصورة عبر وسيط إقليمي، يريدون أن الأمور تسير نحو مخرج هادئ. للأسف الشديد هذا الذي جعلنا في هذه المحافظة أسيرين لدول إقليمية هي التي تدير الأمور داخل هذه المحافظة. فأصبح الأمر كأن حكومة الشرعية إذا أرادت أن تغير شيئا في هذه المحافظة لابد أن تمر عبر الوسيط. هذا الذي أضعف الشرعية في عدن، لابد أن تعود الشرعية لتمارس الحكومة دورها بصوت واضح في المحافظة. لابد أن يكون هناك حضورا للحكومة في كل مؤسسات المحافظة تستطيع بالفعل بذلك أن تتجاوز الإشكالات. أما البقاء بصورة ضعيفة والنظر للمشاكل بصورة الذي لا يستطيع أن يحرك نحوها شيء، فهذا أمر سيجعل الطرف الآخر يتطاول على الحكومة في المستقبل. تفضل بالبقاء معنا أستاذ خالد، وشارك بالنقاش معنا مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام من الأردن. أهلا بك أستاذ مختار. اهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام والضيوف الكرام جميعا. استاذ مختار، لماذا هذا الصمت المريب في موقف الحكومه من استهداف مقر الاصلاح في عدن؟ هو في حقيقه الامر ان ما يحدث في مدينه عدن ليس بالامر المفاجئ، يعني طالما انه طوال الفتره الماضيه لم يكن احد يتحدث عن ما يحدث في مدينه عدن من عبث واستهداف للشرعيه واخرها استهداف موكب رئيس الوزراء، وقبل ذلك تشكيل ميليشيات مسلحة تابعة لدولة الإمارات وتديرها دولة الإمارات، ولا أحد يتحدث، ولم يتحدث أحدا، ولم يكن هناك حتى موقف صارم من قبل، للأسف الشديد أقولها بكل حزن، أنه لم يكن هناك أي أحد يتحدث من قبل الحكومة، وذلك مراعاة لحساسية الوضع. ولكن حينما لم يتحدث أحد ولم تكون هناك مواقف قوية، تمادت الإمارات ووصلت إلى أن تستهدف الحياة السياسية وتجريف الحياة السياسية في اليمن. اليمن يعيش تعددية سياسية، وهذا الشيء الذي نفخر به في اليمن، أن اليمن يعيش حالة تعددية سياسية واحترام للأحزاب السياسية والحياة السياسية والمنظمات وللأحزاب وللهيئات الشعبية. وما حصل هو نتيجة طبيعية لاستمرار عبث الإمارات في اليمن ودعم ميليشيات مسلحة تحت غطاء الدولة وتحت غطاء الجهات الأمنية في مدينة عدن. في حقيقة الأمر ما حصل في مدينة عدن من استهداف لمقر حزب الإصلاح، وأعتبر أنه نقطة سوداء في المسيرة السياسية لليمن. يعني حينما صمتت الأحزاب وصمتت الدولة على الميليشيات الحوثية في صنعاء، حينما قامت باستهداف المدنيين في دماج وقامت باستهداف عمران، حينما صمتت وصل البلاء إلى الجميع. وأنا أقول اليوم أنه لو تكرر المشهد وصمتنا اليوم عن ما يحدث من عبث في مدينة عدن وما يحصل من تشكيل ميليشيات مسلحة واستهداف الأحزاب السياسية وإخراج أفلام أكشن وأفلام يعرفها الجميع، نعرف جميعا طبيعة ما يحصل في مدينة عدن، لسنا بعيدا عن المشهد في اليمن. وإذا استمر الصمت أنا أعتقد أننا سندفع ثمن أكبر من الثمن الذي سندفعه اليوم لو تحدثنا بكل صراحة وتحدثنا بكل شفافية. طيب أستاذ مختار، لكن الاتهامات الآن الصادرة تجاه حزب الإصلاح من عدن هي صادرة عن زميل لك موظف حكومي أيضا، مدير أمن عدن، هو معين بقرار حكومي أيضا. هو مدير أمن عدن، نعرف توجهاته ونعرف من الذي دعمه ونعرف حتى من الذي ضغط لكي يكون هو مدير أمن مدينة عدن. نعرف توجهاته، نعرف الميليشيات التي تعمل معها، نعرف أن لديه قوات خارج إطار الدولة، نعرف أنه حتى اليوم اجتماع للجنة الأمنية في مدينة عدن برئاسة رئيس الوزراء لم يكن هو حاضر، مع أنه هو مدير الأمن. ما الذي يفسر هذا؟ لماذا هذا؟ لماذا يحصل هذا في مدينة عدن؟ لماذا أصبحت لدينا سلطتين؟ سلطة شرعية تتمثل برئيس الوزراء وهو الذي يحاول تطبيع الحياة العامة في مدينة عدن، ولكن أسف الشديد أن هناك أطراف داخل مدينة عدن تعمل لإفشاله، والإمارات تدعم كل من يحاول إفشال الشرعية. الإمارات للأسف الشديد نقولها بكل صراحة أنها تحاول إفشال الشرعية، تحاول
أن تقوض الشرعية في مدينة عدن وتدعم كيانات خارج إطار الدولة والمجلس الانتقالي وكذلك الميليشيات الحزام الأمني وباقي الميليشيات في المحافظة الجنوبية هي امتداد واضح لعبث الإمارات في مدينة عدن. طيب إذا كانت هذه الرغبة لدى الإمارات موجودة، ما الذي يمنع الشرعية من الحديث؟ هل هي تحتاج إلى متحدث باسمها؟ حساسية للأسف الشديد أن الحكومة تتعامل بإيجابية وتتعامل بدبلوماسية وتتعامل باحترام للمملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي، ولكنها بالصمت ومراعاة هذه الحساسية لم يكن من الطرف الآخر أيضا من الإمارات لم تراعي حساسية أن الشرعية تراعي هذه الحساسية وتراعي حساسية الوقت والمرحلة التي نعيشها وتقوم باستغلال هذا الصمت وتقوم باستغلال تواجدها ونفوذها وأموالها للعبث في مدينة عدن الإمارات وغير الإمارات. طيب الآن هناك اتفاق ربما على أن هذه الممارسات الحاصلة في عدن هي تسيء وتقلل من هيبة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، ما الذي يمكن الآن للحكومة فعله لمواجهة ما يحدث ومعالجة الوضع؟ لا بد من جلوس على طاولة الحوار مع قيادة التحالف العربي، يجب أن يكون هناك مصارحة، يجب أن يكون هناك مكاشفة، يجب أن يكون هناك جلسة صريحة مع التحالف العربي مع الحكومة الشرعية. نحن لدينا دولة ولدينا رئيس دولة، وهذا رئيس الدولة معترف به في جميع أنحاء العالم. أي تقليل أو استئداد لرئيس الدولة وللشرعية يعني هو تقويض للتحالف العربي الذي جاء بطلب من رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية هو نقطة الارتكاز وهو الذي يستطيع أن يعيد ترتيب الواقع في اليمن، وهو الذي يستطيع أيضا أن يعيد ترتيب الأوضاع في مدينة عدن وفي اليمن بشكل عام. أي استهداف لرئيس الجمهورية وأي استهداف لرئيس الحكومة ونائب رئيس الجمهورية هو استهداف أيضا للتحالف العربي. يجب أن يعرف التحالف العربي وقيادة التحالف العربي أن أي استهداف للشرعية هو استهداف لشرعية تواجده. طيب هل لديك أي معلومات أو تعتقد أنه بدأت هناك اتصالات من مؤسسة الرئاسة مع التحالف العربي مع الأطراف الفاعلة في العاصمة المؤقتة عدن لمعالجة الوضع؟ هل تعتقد أن هناك أي اتصالات تتم الآن؟ هو التواصل بين الرئاسة وكذلك الحكومة الشرعية والمملكة العربية السعودية هو تواصل مستمر، لكن التواصل مع دولة الإمارات هناك حساسية متراكمة وهناك إشكاليات متراكمة منذ تمرد المطار وما تبعه من تصعيد من قبل الإمارات ضد رئيس الجمهورية وكذلك من إعلان بدعم المجلس الانتقالي. هناك نوع من القطيعة بين الحكومة الشرعية وبين الإمارات، ولكن المملكة العربية السعودية ما تزال حاضرة. نحن نعول كثيرا على موقف المملكة العربية السعودية أنها تستطيع أن تعيد الأمور إلى نصابها وأن لا تنجرف الأوضاع في مدينة عدن. ما حصل الآن من اتهام للحزب السياسي مارس السياسة وهو أعلن موقف رسمي وهو من الأحزاب الوحيدة أو من الأحزاب الأساسية التي أعلنت موقف واضح في دعم الشرعية وكذلك في دعم التحالف العربي عبر بيان رسمي. لذلك اليوم حينما يتم استهداف أحد الأحزاب الرئيسية في المشاركة والداعمة للحكومة الشرعية هو استهداف لرئيس الجمهورية، هو استهداف للشرعية. هم يريدون الآن تقويض الشرعية وتدمير الشرعية من خلال تدمير الحياة السياسية ومن خلال تدمير الأحزاب السياسية المتواجدة في اليمن. واليوم إذا ظل استمرار الصمت من قبل الأحزاب السياسية من قبل الحكومة سيصل البلاء وسيتم استهداف كل القيادات وسيتم استهداف كل الأحزاب السياسية. يجب أن يكون هناك موقف واضح من أحزاب اللقاء المشترك من الأحزاب الرئيسية في البلد. يجب أن يكون هناك موقف من الحكومة الشرعية تجاه العبث الذي يحصل في مدينة عدن، وإلا فإن الواقع سيكون مؤلم وإن الأوضاع ستسير إلى ما لا يحمد عقباه، وهذا ما لا نتمناه. عدن يجب أن تكون عاصمة. طيب أستاذينك أستاذ مختار، اليمن يجب أن تحتوي. طيب أستاذينك أستاذ مختار بالبقاء معي، أشرك معنا من نيويورك الناشط السياسي أحمد الصالح. أهلا بك أستاذ أحمد. ألو أستاذ أحمد، اعتداءات على حزب سياسي في العاصمة المؤقتة هو شريك أساسي في مشروع المقاومة أيضا وعلى ناشطيه وقياداته، ما الذي يحدث في عدن؟ أسعد الله مساءكم جميعا. إذا كنت تسمعني؟ أسمعك أستاذ أحمد تفضل. نعم سيدي العزيز، هناك أجهزة أمنية تابعة للدولة ممثلة بوزارة الداخلية التابعة للشرعية، وبالتالي يجب على الجميع بأن يذعن للأجهزة الأمنية بما تقوله. يعني لا يوجد لأحد سلطة داخل العاصمة عدن إلا الأجهزة الأمنية، وبالتالي الأجهزة الأمنية هي مناط بها حماية المواطن والمنشآت العامة والخاصة،
وأي عمل تقوم بالأجهزة الأمنية يجب انتظار فيه نتائج التحقيق سواء لأي طرف كان. هنا نحن نعرف بأن هناك إشكالية سياسية ومكايدات ومناكفات بين كافة الأطراف، لكن في نفس الوقت هناك أيضا قانون، يعني لا يوجد شيء فوق القانون لا للأجهزة الأمنية ولا للأفراد. فبالتالي الأجهزة الأمنية وحدها هي المسؤولة عن كافة الإجراءات التي تحصل سواء باعتقالات أو غيرها من الأمور، ولهذا يجب على الجميع أن يكون حصيف في الطرح. يعني الآن كثير من الناس وجهوا اتهاماتهم وأقلامهم وأصواتهم تجاه المجلس الانتقالي وتجاه الحراك الجنوبي وتجاه القادة الجنوبيين، وهذا أمر غير مقبول. طيب تمام، أن تقول أن الأجهزة الأمنية داخل العاصمة المؤقتة عدن قامت بهذه الإجراء في سياق مهامها الطبيعية. طيب الآن كان هناك اجتماع اليوم لدولة رئيس الوزراء باللجنة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، ممثل السلطة الأمنية مدير الأمن غاب عن هذا الاجتماع. رئيس الوزراء دعا كل الأطراف إلى ضبط النفس وقال أنه لا يمكن أن تتم ولن يكون مسموح أن تتم اعتقالات إلا وفق النظام والقانون. كيف يفهم هذا ضمن حديثك عن أن ما تم يأتي في سياق طبيعي وضمن مهام الأجهزة الأمنية؟ للأسف الشديد لم أسمع السؤال نظرا للشبكة تغطية، لكن لو عدت لي السؤال مرة أخرى لو سمحت. طيب تحدثت أنت أن ما حدث في عدن هو يأتي في سياق طبيعي ضمن مهام الأجهزة الأمنية لتثبيت الأمن والاستقرار داخل العاصمة المؤقتة عدن. اليوم كان هناك اجتماع لدولة رئيس الوزراء مع اللجنة الأمنية في عدن، غاب عن هذا الاجتماع مدير الأمن، لماذا يغيب أولا؟ وثانيا ما رأيك بحديث رئيس الوزراء عندما قال أنه يدعو الأطراف إلى ضبط النفس وأنه ليس من المسموح أن يتم اعتقالات للناس ومصادرة حرياتهم خارج القانون؟ نعم، إذا أنا سمعت سؤالك بشكل صحيح نظر البعض في الشبكة أن تقول بأنه حصل اجتماع ولم يحضر مدير الأمن ودعا رئيس الوزراء إلى ضبط النفس. غياب مدير أمن أو مدير دائرة أمنية في اجتماع الدولة هذا شيء اعتيادي جدا نظر الظروف التي تعيشها المحافظة، يعني لا أقصد هناك إشكالية. أم شلال دائما يحضر اجتماعات بن دغر ويذهب إلى قصر المعاشيب شيء طبيعي كموظف. أستاذ أحمد فقدنا الاتصال. تطبيق طيب. القانون وليس إلى ضبط النفس. هناك أجهزة أمنية تتحمل المسؤولية ورئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية وهو أول شخص يتحمل المسؤولية في أي إجراءات أمنية ومن ضمنها ما يحصل في عدن اليوم. أما مسألة إجراء ضبط النفس نحن لحظتنا في حالة حرب ومواجهة بين أطراف، هناك دولة وأجهزة أمنية ومقاومة تابعة للدولة والآخرين عبارة عن في محضر الاجتماع يعني. في محضر اجتماع رئيس الوزراء والذي تناقلته وسائل الإعلام الآن هو يقول أنه دعا كل الأطراف إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين وأنه يمنع اعتقال أي فرد أو أي مواطن خارج القانون. نحن كلنا مع هذا الإجراء، نحن ضد أي اعتقالات خارج إطار القانون. هناك دولة ومؤسسات، هناك أجهزة قضائية ورقابية ويجب أن تقوم بدورها. أي عمل خارج إطار المؤسسات الدولة غير مقبول تماما سواء دعا له رئيس الوزراء أو لم يدعوه، لكن دعني أقول لك بأن المسؤول الأول والأخير هو السلطة التنفيذية التي رأسها بن دغر. فأي إجراء موجود داخل عدن تتحمل الأجهزة الأمنية، ليس هناك من دخل للمقاومة أو الأجهزة الأخرى. طيب عبد العزيز المفلحي محافظ عدن استنكر ما حدث وغرد بذلك. نعم محافظ عدن عبد العزيز المفلحي غرد بمجموعة من التغريدات على تويتر واستنكر ما حدث. أنا تواصلت مع الأخ المحافظ عبد العزيز المفلحي، لم يقل بأن هناك لديه حساب على تويتر وأن هذه التغريدات هي عبارة عن تغريدات مزورة وغير مقبولة، ويجب على أجهزة الإعلام التحري في هذا الأمر. ليس طيب. ما كل ما يقال ينشر أو يحمل. طيب هل يمكن لك أن تطلعنا على موقف المحافظ بما حدث في عدن بما أنك تواصلت معه؟ نعم، أنا تحدثت حول موضوع التغريدات. المحافظ وجميعنا نرفض أي إجراءات خارج إطار القانون. ما حصل هو إجراءات أمنية للدولة والدولة هي تحمل المسؤولية. هل حصل شيء خارج إطار الأمن؟ هل من اعتقل هؤلاء أجهزة غير الأمن؟ لا، الأجهزة الأمنية المعينة من قبل رئيس الجمهورية ممثلة بالأخ شلال شايع والأخ وزير الداخلية هم معينين من قبل الدولة وليسوا ميليشيات خارج القانون. وما حصل من اعتقال هو في مجال التهم، المتهم بريء حتى تثبت إدانته. فبالتالي هناك أجهزة ومسارات قانونية وقضائية يجب سلوكها. أما مسألة التصعيد الإعلامي والتهم الجزاف من حزب الإصلاح هنا وهناك في الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي هي لغة غير مقبولة اليوم برمي التهم. هناك جهاز أمني يقوم بهذه المهام
وهذا الجهاز الأمني يتبع للدولة التي رأسها رئيس عبد الرب منصور هادي وقائدها التنفيذي أحمد عبيد بن دغر. فبالتالي الحديث يجب أن يكون مع الدولة. إذا كان هناك مشكلة للدولة مع طيب مع حزب الإصلاح فهذا شيء آخر. طيب أستاذ أحمد، طيب أستاذ أحمد، الآن ما حدث في عدن، البعض يرى بأنه يحدث لطرف هو شريك في ضمن صف المقاومة الشعبية، وأن ربما هذا يؤدي، وهذا صدر في بيان عن الإصلاح عدن، أنه ربما يعمل على تقويض العملية السياسية داخل العاصمة المؤقتة عدن، ما رأيك؟ سيدي العزيز، أنا مع أنه المسار السياسي يسير في مساره، لكن التهم الجزاف التي يطلقها حزب الإصلاح والمبالغة في ذلك الأمر واتهام أطراف ليس لها يد في الموضوع تصعد من الأمر. يعني تخيل بأن حزب الإصلاح كان التهم على الأطراف الجنوبية وعلى الحراك الجنوبي، هذا أمر غير مقبول أبدا. حزب الإصلاح يجب عليه الالتزام بالقوانين، وإن كان لديهم القضية يذهب عن طريق الطرق القانونية والدستورية. من قام طيب بالذهاب إلى مقر الإصلاح هي أجهزة أمنية تابعة للدولة. طيب طيب جميل جميل أن تتحدث أن يقول أن يكون المسلك والاتجاه من خلال القانون والقضاء. طيب هل هذه الإجراءات تمت بعد اتخاذ أحكام؟ هل تم وحدث ما حدث داخل العاصمة المؤقتة بأمر من النيابة بعد أن تم اللجوء إلى القضاء بناء على تهم مثبتة وأكيدة وموثقة؟ أنا لست أمثل الدولة هنا وليس لي كلام في هذا الأمر. هتستطيع استضافة رأي وزيرة الداخلية إذا تريدون رقم حسين عرب وزير الداخلية، بإمكاني أن أزودكم فيه والاتصال به بصفته هو المسؤول الأمني الأول في عدن وفي الجمهورية كلها. وبالتالي يجب عليكم أن تعطون المسارات الحقيقية لرجالها. أقصد أنه ليس من المنطق بأن يخرج إصلاحي أو غير إصلاحي ليكل التهم للطرف الآخر. لا أنا لي الحق في ذلك ولا إصلاحي يكل الحق في هذا الأمر، لكن بإمكان أن تأخذون مصادرها من أجهزة الأمن. تطور الموضوع والوصول إلى إحراق المقرات، كيف وزير الداخلية الأخ حسين عرب لا زال يمارس مهامه كوزير داخلية معترف به من قبل الرئيس. وصول الأمور إلى إحراق المقرات كيف تفسر ذلك أستاذ أحمد؟ وبالتالي يفترض بكم استضافة وزير الداخلية وسأله عن الأمر. طيب وأنت تتحدث عن كيل الاتهامات، وصول التطور ووصول الموضوع إلى إحراق المقرات، ما الداعي لذلك وما التفسير لذلك؟ يعني بأي سلطة الأجهزة الأمنية تقوم بإحراق المقرات؟ نحن ندين إحراق أو تهجم على أي مؤسسات مرخصة وأي على القطاع العام والخاص، هذا أمر غير مقبول تماما ولا نقبله، ولكن في نفس الوقت لا نقبل كيل التهم لطرف آخر. إذا كان هناك من إثباتات حقيقية لدى الإخوان في حزب الإصلاح بأنه هذا هناك طرف معين فليثبتوها ويوجهها للأجهزة الأمنية لتقوم بضبط هؤلاء المتنفذين. أما إطلاق التهم والجزاف، نحن نعم لدينا إشكالية مع حزب الإصلاح وتوجهه في الجنوب ومع كافة القوى التي تقصي القضية الجنوبية وقياداتها، لكنها لن تصل إلى مرحلة الاعتداء بالحرق أو القتل أو الاعتقال، لأن ذلك من مسائل السلطة التنفيذية وليس من مسألة الأفراد. وأي أحد يقوم بهذا العمل خارج إطار القانون يجب أن يحاسب من قبل السلطة القائمة في المحافظة وليس من قبل الميليشيات. أشكرك أستاذ أحمد. وبالتالي لم يتبقى إلا 30 ثانية، سأختم بها مع الأستاذ خالد حيدر رئيس الدائرة الإعلامية في التجمع الإعلامي للإصلاح من عدن. تعليق أخير أستاذ خالد. الاستخدام المسيء للأجهزة الأمنية، استخدامها السيء الذي يحدث كما هو يحدث الآن، أمر مرفوض من قبل كل المكونات، أمر مرفوض حتى في المجتمع. أن يتخذ مدير الأمن قرارا بإغلاق المقرات، مقرات الأحزاب بدون مصوغ قانوني، أن يتجه بعد ذلك الأنظمة الأمنية لإحراق المقر ووفاة بعض الذين قاموا بإحراقه، أن يتم اعتقال الناس خارج نطاق القانون في أنصاف الليالي دون أمر من النيابة العامة. ذهبنا إلى النائب العام، ذهبنا إلى رئيس النيابة، ذهبنا إلى النيابة الجزائية، الكل لا يعلم، لا يوجد حيثيات، لا يوجد ملف، لا يوجد شيء. ما يحدث اليوم هذا الاعتداء السابع على مقر الإصلاح. قد تقدمنا إلى الجهات الأمنية في أكثر من مرحلة، المراحل كلها لم تتقدم التحقيقات الأمنية الملا واحدة في إدراج من قاموا بالإحراق، وهم يعلمون أنها أجهزة، يعلمون أنها أطقم أمنية جاءت. لم يعد لدينا وقت أستاذ خالد حيدر رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع لمن إصلاح في عدن، شكرا جزيلا لك. انتهت هذه الحلقة من زوايا الحدث، في أمان الله.